مدينة عراقية بالعراق اسمها أم المساجد. أم المساجد؟ طبعا دي الرسالة. الرسالة ديالي هي تحية للشعب العربي كامل. وفاك يو إسرائيل. شوي صعبة، أنا عم بعصر مخي هلا. لا 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 لا، هي مدينة صغيرة مو كبيرة. شو اسمها؟ المسقط. نعم. إيه، طلعنا ترين. مبارك إن شاء الله. جاهز أستاذ علاوي؟ جاهز؟ جاهز. نبلش؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، حياكم الله ومرحبا بكم. نحن الآن في كولن مثل ما انتم شايفين، دعكم معي البناء هذا. شوفهم شوفهم بالله شوفهم، طالعها زين؟ تمام. موضوع حلقتنا هو السؤال، من هي المدينة التي تدعى أم المساجد؟ أستاذ علاوي أنت وياي؟ يلا مرحبا. أهلا، شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله. قرب علي شوي هين مشان نقدر نصير على شاشة التيك توك. تفضل. طيب أنت شو اسمك؟ علي. علي أنت منين؟ من منبج. من منبج؟ اضرب اضرب. منين من منبج؟ والله قلعة نزوة. يا حياك الله، اهلين يا علي، يا مرحبا. تعرفني؟ شايف لك مقاطع فيديو قبل. اي نعم. تعرف انا منين؟ من منبج. انا من منبج ذات. يا وسهلا. انا من شمال شرج منبج. يا مرحبا بك. هلا. اهلين بعلوش. يا علوش انت حطيتنا موقف غير ظريف الان يا علوش. احرجتنا. طيب علوش، انت قلت لي من منطقة شو اسمها؟ حد قلعة نجم جبل القادر. حلو، أنت من جبل القادر. حلو، جميل. طيب قلعة نجم أنت شو تعرف عنها معلومات؟ والله قلعة تاريخية مثلاً. قلعة تاريخية شيء طبيعي، يعني أساسها نجم الدين. إيه، من قديم يعني. طيب يجونها ناس، يجونها زوار، يجونها. أكيد شيء طبيعي. ألا أنا على فكرة أنا رحت لها فقط، يعني زرتها لي مرة واحدة وكنت طفل يعني. فعلاً يعني أيام الصيف يعني الوقت هذا يعني يجيها سواح كثير. فعلاً. طيب وهي منطقة أتذكر أني كانت هي على شط الفرات. تمام. نعم نعم. نعم على شط الفرات. طيب علوش، إحنا مشان ما نأخذ وقت كثير، إحنا عدنا سؤال وجواب اليوم كالعادة. إحنا جعل نسأل عن مدينة عراقية بالعراق اسمها أم المساجد. أم المساجد. إيه تعرفها شيء؟ لا والله أول مرة أسمع بها. ها؟ أول مرة أسمع بها. يعني اسمها الحقيقي شو هو؟ ما عرفته. جبل غادر. حياهم الله. حياك الله يا علوش، نحن مسرورين. تعال تعال عاد احضنك، حتى اول ما قدرنا اسلم عليك وما عرفتك انا. كيفك ماروكو؟ ما الى الحمد لله، احنا شبارتينا دابا في المانيا، الدنيا مزيانه. انا في المانيا اللي بغى يجي اوروبا ويلكم، شني بنادم من الزيار والسلام يجي لنا ما يتبعش الخوا الخاوي، والله يجيب تيسر لاي واحد ويبعاش الرجال. المانيا فيها الشر اخوتي، الا بغيتوا تعيشوا خصكم تسرقوا. هادشي اللي كنعملوا حنايا. وبيبا بيبا، تحيه للعرب كاملين. وصافي هادشي اللي نقدر نقول لكم. خالصين. سكر استاذ علاوي، وصلت الرساله. تحيه للعرب، هذه هي الرساله. الرساله ديالي هي تحيه للشعب العربي كامل. وفاك يو اسرائيل. الله مرحبا. هلا بالورد. شلونك يا خال؟ حبيبي الحمد لله. انت طبعا حبيبي، عرفني على حالك. اسمي باسل من حلب. يا مرحبا بالسيد باسل من حلب. باسل، نحن عدنا سؤال. تفضل. سؤالنا اليوم طبعا موضوع حلقتنا هو شو هي المدينة العراقية اللي تسمى أم الجوامع؟ أم الجوامع المدينة العراقية أتوقع بغداد. يعني أنا بعرف إنه سؤالنا مو سهل يعني. والله نشوف شوي صعبة. أنا عم بعصر مخي هلا، بس أتوقع يعني إنه بغداد. قلنا كلمة ضحكنا. أبوس شنقات وتشافا. حبيبي. حبيبي سكر استاذ علي وبطلنا. ناخذ اتصال جديد ونقول مرحبا. يا هلا. كيفك؟ الحمد لله تمام. حبيب القلب، من وين انت؟ من سوريا، من الشام. من الشام، اهلا وسهلا. شو اسمك؟ خالد. حياك الله يا خالد. في عندنا يا مدينه عراقيه تسمى ام الجوامع. كويس. تعرف اي مدينه بالعراق هاي؟ هي مدينه يعني ما مو كبيره، مدينه صغيره. ام الجوامع؟ ايه. والله ما سمعت بالاسم، بس ما يعني. وكان ليها دور عظيم بحرب 2003 على العراق. الموصل يعني؟ لا الموصل. لا مو الموصل. ما عندي اي فكره عنه والله. ما عندك اي فكره؟ شو يا شباب؟ يعني اربيل بس. لا اربيل. لا ها؟ خليه يرمي اسم. اعطينا اسم اي مدينه، يعني انت تتوقع انها ممكن هي مدينه تكون صغيره؟ يعني ايه نوعا ما صغيره. اكيد اني ما رحت لها، ما اعرف يعني اذا كانت صغيره او كبيره كما يجب. حياك الله يا احمد. وانت؟ عبود. حياك الله يا عبود. عندي سؤال. بمدينة عراقية يقال عنها أم الجوامع، تعرفها شيء؟ بغداد؟ موصل؟ لا لا.
لا بغداد ولا مصر. والله صراحة أنا ما بعرف زيادة بالعراق وهيك. أربيل اسمه؟ شو اسمه؟ لا 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 لا، هي مدينة صغيرة مو كبيرة. شو اسمه؟ المسقط. نعم. إيه طلعنا ترند. مبارك إن شاء الله. طلعنا ترند خلاص. بما إنه ما عرفتم بدكم تضحكونا، بدكم تضحكونا المتابعين. أوكي. صرف لنا نكتة. كان في واحد مشى مشى. لا مش مشى. شكله ماشي مع درعاوية. كويس نكتتهم المشهورة هاي. أهل درعا سجل حضور هنا. طيب أحد رفع قضية أنتوا قعدت عليه. خلاص ضحكوا. سريعين بضحكوا. طيب شو تعمل في حياتك هنا؟ والله أنا بدرس ويوتيوب وشغل حلاق أنا بشتغل كمان. ما شاء الله. هون بكولن؟ إيه. كويس. وعندي محتوى على اليوتيوب مبلش تقريباً. والله شو اسم قناتك؟ عبودة غزلان، بقدم محتوى نصايح للشباب وعلى العقلية وتطوير الذات عن هيك شغلات. ما شاء الله، هذا شيء جميل. أحطكم بالتعليقات. رابط قناته لعبود. طيب وانت شو تسوي بحياتك؟ والله بدرس هلا انا وبعرف حلاق وبلعب كيك بوكسينج. طيب شو عاصمة فلسطين؟ القدس. معروف. ممتاز، رائع وجميل. شو من عاصمة عمان؟ عمان؟ ايه؟ عمان. طيب شو عاصمة عمان؟ عمان. طيب شو عاصمة عمان؟ عمان. شو عاصمة عمان؟ الاردن. دبي. يا زلمة شو عاصمة عمان؟ وقف الخرطوم. لا يا زلمة والله انا ما تسالني بهيك اسئله ما بعرف. شو يا عمان؟ بعرف عمان. والكويت؟ لا الكويت شو. شو عاصمتها؟ الكويت. الكويت كمان برضه. طيب وتونس؟ تونس. 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 والجزائر؟ كمان الجزائر. الجزائر؟ ايه الجزائر كمان. لا دوخ. هي لمدينه متاكد الجزائر والله. خلاص الجزائر. صحيح. طيب شو عاصمه عمان؟ نرجع لموضوع عمان. يا زلمه عمان دخل بطن. بدي اسالك اللهم صل على سيدنا محمد. خيو مسقط عاصمه اي دوله؟ مسقط ما ما في ما في ما عاصمه هي. هي مدينه بي 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 بالعراق. بالعراق. عم انت شو متعاطين يا زلمه؟ والله اخي اسمع. والله ضحكتوني يا شباب. لا هي لان ضربنا راسين ارجيله. اسمع اسمع ركز معي منيح. مسقط عاصمه اي دوله؟ لك هي مدينه مو دوله. مدينه شو؟ العراق. عراق مين؟ ما بعرف والناس نايمين. ايه بعرف من المسقط. ايه خاص عمان يا اخي. لا فيني روح مو خلاص بدك. لا لا بدك تشرح لي، بدك تشرح لي. تعال انت فوتني بالحيط. هذا وصلني العراق وانت المسقط. ايه الجزائر. خيو احكي انت خيو خاص انت. اي دونت نو والله. اي دونت سبيك انجلش فيري جود. طيب مسقط عاصمة دولة عمان. شو عم نحكي احنا؟ يا انت ما حكيت. هو عم يقول لك حكينا عمان. احنا حكينا. طيب طول. انا بدي اسالك. انا بدي اسالك سؤال. انا قلت لك شو عاصمة عمان بالاول واكدت عليك. شو عاصمه عمان؟ شو عاصمه عمان؟ لما حكينا لما قلت ان المسقط حكينا لك عمان. كم اينفونا في بدوت؟ عربي ضعيف. سوري. ساكن. كم سكان عدد المانيا؟ كم عدد سكان المانيا؟ انا عربي ضعيف. 80 مليون. غلط. 83 مليون. معناته صراحه ماني الماني يعني تعرف، بس انا ضربت لك حوالي الهدف يعني. قلت للجامع من الجامع للبيت. يا سيدي الله يقوي ايمانك. بدي على ايش عندك؟ ايش عندك؟ شو اسمه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. تشتغل مع حدا ولا لوحدك؟ لا انا بعمل الحلاق زي اللي بشتغل ان شاء الله لحالي. ها قد يطلع مصاري بالشهر؟ حوالي هلا بالشهر على حسب 7000 او 8000 هيك شيء. طيب شو توفر منهم؟ بوفرهم كلهم. تسبان مش باصني. طيب شكرا لكم، نحن مسرور طلعتم معنا، انت من ظريفينك ما شاء الله. شو اسم قناتك؟ على اسم شباب سالنا نص كلنا اليوم ما حدا عرف شو اسم المدينه. ام الجوامع. طبعا ام الجوامع هي مدينه الفلوجه. فلا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا كلمتكم الظريفه واسئله ظريفه مشان نقدر نسالها للناس. وسكرنا الاستاذ علاوي وطفينا الكاميرا ويلا بطن.